دكتور، احنا يعني النهارده هنتكلم على المنظومة الصحية ككل. الأول عايزين نعرف ايه هي المحاور اللي بتقوم عليها المنظومة الصحية في أي بلد أو في أي مجتمع؟ تمام، السؤال ده طبعا مهم جدا يا دكتور احمد. في الاول بس احب اعرف ايه هي المنظومه الصحيه. المنظومه الصحيه هي عباره عن كيان او هيكل له وظائف متعدده ووظائف كثيره. الوظائف دي في الاخر هدفها الرئيسي هي الحفاظ على صحه المواطن بتقديم خدمه جيده وخدمه مناسبه في المكان المناسب والوقت المناسب. ده المقصود بالمنظومة الصحية. المحاور الرئيسية للمنظومة الصحية بتشمل بداية من قيادة مركزية، وأنا يعني بركز على كلمة قيادة مركزية مش إدارة مركزية، وهنشوف بعد كده الفرق ما بين القيادة والإدارة، لأن في فرق كبير جدا بين المدير وبين القائد. ومن ضمن المحاور برضه هو التمويل أو التمويل المادي، والتمويل المادي ده بيجي بطرق كتير جدا، وكل طبعا دولة بتقدر تمول القيادة بشكل أو بآخر حسب إمكانيات الدولة وحسب الوسائل اللي تقدر تحصل بيها الأموال. على الجانب الآخر عندنا المريض وصحة المريض اللي هو الهدف الرئيسي من المنظومة الصحية، الحفاظ على صحة المريض. في النص بيجي بقى مقدم الخدمة، يعني احنا عندنا المستهلك للخدمة هو المواطن وصحة المواطن، وعندنا قيادة مركزية بتقود وبتحط معايير، وعندنا تمويل لكل ده. في النص تيجي المحور الرئيسي وهو مقدم الخدمة. مقدم الخدمة دي لو انا هتكلم عنها شوية، مقدم الخدمة بتشمل اشخاص وبتشمل مباني. لما نيجي نتكلم عن اشخاص بنتكلم عن اطباء، بنتكلم عن تمريض، بنتكلم على الباراميديكس او مساعدين الاطباء والتمريض اللي هو اللي شغالين في المستشفيات والموظفين اللي بيساعدوا الاطباء والتمريض في القيام بالمهام بتاعتهم. دي اشخاص، وعندنا مباني. المباني دي ممكن تبقى على شكل مستشفيات كبيره، مستشفيات ضخمه، مستشفيات بتقدم خدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، مستشفيات عندها إمكانيات التشخيص الجيد، إمكانيات تقديم العلاج الجيد والمناسب في الوقت والمكان المناسب. وعندنا مستشفيات ممكن تكون أقل شوية، ممكن تبقى على الأطراف. المستشفيات دي برضو بتقدم خدمة طبية، مش لازم تكون بنفس الكفاءة بتاعة المستشفيات المركزية، ومش لازم تقدم الخدمة بالشكل اللي هو 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. ممكن تقدم خدمات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بس مش كل الخدمات بتقدر تقدمها بنفس الشكل. وعندنا المراكز الطبية وعندنا العيادات، دي بشكل المباني. لما نيجي نتكلم، دي المحاور الرئيسية للمنظومة الصحية. لما نيجي نتكلم على القيادة المركزية، القيادة، وأنا دايما أقول قيادة أو ريادة مركزية، لأن هي مش إدارة ومش مدير. بمعنى إيه؟ الذي يقود هذه المنظومة لازم يكون عنده مواصفات معينة، ولازم يكون عنده المقدرة على قيادة هذه المنظومة المهمة في كل مكان في العالم. القيادة دي لازم مواصفاتها تكون ان هذا الشخص او الاشخاص، مش بيبقى الشخص لوحده، بيبقى عدة اشخاص، عنده الرؤى او الرؤية الواضحة المستقبلية، يعني شايف ما بعد اللي احنا شايفينه. يكون كمان عنده استجابة سريعة لبعض المخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل فجأة، يعرف يستجيب ليها، ويعرف يفكر بطريقة بنسميها out of box، يعني بره الصندوق، يقدر يحل المشاكل دي بطريقة مش traditional، مش بطريقة تقليدية، يقدر يتعامل معها بطريقة unexpected بالنسبة لنا، طريقة طبعا تكون كويسة ويقدر يحل بيها المشاكل بره الطرق التقليدية. يكون عنده قدرة على الابتكار، يكون عنده أهداف واضحة جدا وسياسات واضحة، والأهداف الواضحة والسياسات الواضحة دي لازم تكون بشكل مكتوب، ما تكونش بشكل يتقال نظري أو يتقال على ما سمعنا أو كده.